بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن درسك ولا لذة المامين إن كلماتك لغير هذا سو شاقي والاستقامة. استقامة دين صومالي سورد دوين وقم منان إن قم مناتي توصنان أرغب قام أبو كيمي. الاستقامة مركوا توصنان الاعتدال والاستواء. توصنان تمحلو قتشيدا وحلو قتشيدا إيمانك إيا عملك الصالح إن كنت توصناتي الاستمرارية إن تشوك تيسيد ونقة إن هذا نقولن قف وعوى عنيا. عرفتوا أنت بدل ما حد يكرر غوا روغان الثعلب بيشيغا إلى هذان أشهى الله إلى هذا الدواعظ وحي وارسنة سو توسو ما أبارطبا إلى هذان وين دبعتها تبيتني وي ور وريكتا بيدا سيدي وحان توسو صعنين وحالا إنا قريبا يا مركا وعوى عشادة وحالا إنا قربا إنا نقومنا أنه ودين تكو قومنا أنه وإله جد كيسا كو توسنا أنه إلهي أنت إنو ربك لكل ما إنو قمنا أنتو حيوبا أنت الددال بدن يا أقول يا علمي. ولذلك ما وحيد هذا من طبع الإنسان آدنها دقا كيسا ما أبور كيسا وحكم إذا بيد هذا التذبذب سنسيري والإنوصال وعوي عشر بني آدم كويدا هدان دريما دي سيا نولوشي سيا إنو تشوكتا يا وكو أدكتا وحضانا بها النغضة شاقة هالنغضة مشاعرتي يا درينك يا إحساسك هالنغضة نشاطاتك يا أكتفتي قد قبانيسا هالنغضة بني آدم كو تشوكتا انت إنو وحا تشوكتا يا وحفظوض ماها سوامالي غانيسا قردك حبكا قادك محل لو تشوكتين كرواية كو وموضوع الامتحان وماشا لينو يتحامي يلا الرب مكو قولي سنين امسوا قد عينا سيدا لينو أبوري حانا لو تلقى لين لينا يتحامو آدنه حلي شهوة نفس حيا بدنا النفط هاي تعشاي وحكا لو حيرا شياطين الجن والإنس كودت كلوميو بدن وبناء آدم كان كمدة جن كان كمدة بناء آدم ضد كلومي يترب بدن أيك وجو حيران شيطان كي شيطان كهابا كوجو حيران هذا بين تاسو لأن سيد وجو ليسن لهيد بيس ويدين تله وحنا الله ينقربا إن النفط ينقرب بحين لا ينقو مسلمين مويانه لبا يدودو في كتاب الله كوي الله سورة آل عمران إيوه سورة البقرة إلهي محولي في سورة البقرة يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلا تموتن يا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلهي حين لي هجيريوننا إذا كان مسلم هاي غير إذا ويدونو قرن ما ينقر إيمانيس هذا سي سعداء قاعدة كتيري وودناها إسكاتاقي ومعلومات صوب وكاندو انت قرمي سي سادو دي مانيس مرة دانت قرمي سادو دي مانيس معنى هيدي وحوي ايان نولوشا هذا توسنو هقيريون نمبالو قولي ادي قوم حي ان مسلم حين يي قيردو كو ايماني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين في سورة الحجر الى اله ربي قاع عابد انت قيردو كاقا ايمانيس هذا ما دام أي نلاش الصدا طاي، وحين أوبا هنهاي إن إنه إن بدك حسابته نور متوصلنا، إن بدنا نسويدنا أقانت أصدا الله توصلنا هذا، إن بدنا نسويدنا وام حي أسباب تكو لرجال النساء ما كو حكي نساء إن توصلنا تو، ولبا عجبت النفط وح كتوسي كرا، نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي بشرك كو قدر طيا.
ayaa waxay saxaabadiisii tilmaamaysaa Ummu Salama iyo Anas ibn Malik iyo waxay tilmaamayaan saxaabadii Nabi Maxamed. Ducooyinka Nabi Maxamed Ummu Salama markii la weydiiyey gurigaaga markuu joogo waxa ugu badan uu Nabi Maxamed ku ducaysta waa maxay? Waxay ducadan soo socotay sheegtay. Anas ibn Malik wuxuu isaguna leeyahay yuksir nabigu wuu badin jiray inuu yidhaahdo maxay يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلبي يدك قديو يا مقلب القلوب إله قلبي يدك قديو ثبت قلبي على دينك قص دين هذا قلبي جاي قبل النبي محمد كدعى سنية إله هو وعو عشرة جاء إله إله السوق سيدا بدن ثباتك إيوه استقامته اسكو معنى دو بيت المامية مركز الصحابة دي وحيدة يا النبي الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا وانو كن رمينا يا ديقا يا وحي الله تمي بوانو رمينا اما واحد نوغا عبسقة بطا وح مياد نوغا عبسقة بطا وحكا لأ وحو النبي وخوي عليه الصلاة والسلام واسو عاش داد بضان رج بضان باي السلاية داد waa diintana waad garanaysaa ilaahiina waad garanaysaa maadaa gaaloobay ama maadaa xumaanaya wadaaddo badan baa dhulkan yimay oo isyidhi waa riyaad saalixiin iyo qur-aankaba waad soo dhigatay ma gaalba wax ku yeelaya rag badan baa libdhayo aan lahayn in imika meelay ku dambeeyeen sababta waa maxay naftooday kalsooni bideen waxay isyidhaahdeen war waad isku filan tahay badda see markuu dhumbaday uu isku filan waayey markii badda nin waliba yimi isku filaanshii waa la waayey saa daraaddeed bay saxaabadii waxay leeyihin ilaahi rasuulkiisiiyo waanu ku rumaynay wixii aad la timina waan rumaynay miyaad noo cabsi qabtaa nebigu wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici illaahi yuqalibuha kayfa yashaa waa idiin cabsi qabaa buu nebigu yidhi qalbiyada bini aadamku labada farooda allay ku jiraan oo siduu doono buu u rogrogaa siduu doono u rogrogaa waa maxay haddaad wanaagga u janjeersatana ilaahay waa kuu kordhinayaa haddaad xumaha u reebtana falamaa azaaquu azaaqa allahu quluubahum taa kugu dhacaysa markay weecdeen ayaa ilaahay qalbiyadooda weeciyey sidaa awgeed ayuu hale xiba bal u fiirsan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay qur-aanka inagala hadlaya oo waxaa la leeyahay وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا سبحان الله وحي كنا وادن با إلى هيلي نبي محمد ونكفتنا يا عن الذي أوحينا إليك وحن كوسو وحيوني شياطين الجن يا إنسو إن كويداريا بي كل وادي لتفتري علينا غيره سياد نوغو كرا بورته وحن كو وحيوني وحان هاي هدا يدعي لهاي دينا تحقو دو صوير وعطنا لاتخذوك خليل أبا إلى هاي صحيح بي كاردي قال هاي يعني قال هذا إلهي وحط الماما يوحي سكده يعني كل مياه haddii aad markaa weecato dhankooda u weecatana walaan good waa lagu soo dhaweynayaa nin qoyska ku soo biiray ayaad ka mid tahay baa la leeyahay ilaahay baa markaa nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walowlaa an thabatnaak haddii lala iyay inaanu annagu ku sugnay baa ilaahay leeyahay laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed ilaahay sidaa ka sheegay cidda nebi maxamed ka sokaysa maxaad ka fili sheekh iyo shariif ma haddii nebi maxamed ilaahay sidaa uu ka tilmaamayo ciddii ka sokaysay nebi maxamed maxaad u malaynaysa ilaahay markaasuu leeyay idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat haddaad shayga raaci lahaydna waxaanu ku dhandhansiin lahayn baa ilaahay leeyay subxaanahu watacaala cadaab nololeed iyo mid aakhira iyo mid walba ood dhadhamin lahay wax nooga kaa gargaarana maad hesheen haddaba ayuu ahla xiba waxaa laynaga rabaa inaynu toosnaano oo ilaahay wuxuu ina leeyahy walaa takunu kallatii naqadat ghazlaha min bacdi quwatin ankaatha carabtu waxay sheegaan habar mooyeene waa laydyeen wax u dhin meele habar bay sheegeen gelinka hore wax tidci jirtay
xadhkay soo hijirtay. gelinka dambena shaqadeedu waxay ahayd inay furfurto. marka maalin walba waa shaqo joogtaa, gelinka horena waa tidicdaa, gelinka dambena waa maxay? waa furfurtaa. ilaahay baa tii ugu maahmaaho. ilaahay wuxuu yidhi walaa takuunuu, ha la mid noqonina kallatii naqadat ghazlahaa min bacdi quwatin ankaatha, tii gelinkii hore tidicday toshay, gelinkii dambena furfurtay, taa ha ku biirinaba ilaahay ina leeyahay subxaana wa tacaala. ayuha alaxiba, dadka badh baa acmaal saalixa sameeya, dabeetana istus iyo ismaqashi iyo macaasi iyo kabaa'ir ku buriya, qaar baa waddada saxa ahaya kadibna raadkoodii dib u raacuna munaafaqnimo iyo ridda ku dhaca. waxay isweydiinta leh toosnaantu waa wax adag, weliba da'yarteen ina dhib baaba haysataa. intay 12 jirka yaryihiina qadaadkaynu haynaa, qur-aanka qayb, malcawada tag, qur-aanka qayb baynu ku wadnaa. 12 jir markuu gaadhana masaajidkama wuu maalmara, qur-aan qaybisii baabkaa iska daayay. hadduu qaybayna waa ilaaba, haddaanu qaybina awalba waxba kama qaybin, udhina mara. xaggay beledu ka taagantay marka? nebi maxamed baa wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, waxaa dhici doonta waqti yusbixu rajulu mu'mina, ninku ay dhici doonto inuu waaberisto isagoo mu'mina, wayumsii kaafira, uu galabaysan doono isagoo kaafira. gelinka hore waa mu'min, gelinka dambena waa gaal. cajab, gelinka hore waa mu'min ama salaad buu tukaday, ama gelinka dambena acmaal lagu gaaloobayuu wadaa. yacni toosnaan dadkani ma laha. wayusbixu kaafira wayumsii mu'mina, waa waaberisanaya isagoo gaal. haddana yacni waa maxay islaamnimadaanu ku qumanaanaynin? gaalnimadii iyo islaamnimadii buu dhex socdaa. yabiicu diinahu bicaradin min adduunya, maxaa ku kalifay? diintiisu ku gadanaya in yaro adduunye ah, buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. diintiisii ayuu ku gadanayaa maxay? adduun yar. idan waryaadhan, toosnaantu wax fudud maaha. inaad naftaada iyo shaytaan iyo jin iyo insiba dagaal la gashaa, haddana aad warmooga tahay, wax fudud maaha. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa qaar culamo ahaa, culamo waaweyn oo ka siibtay ilaahay kitaabkiisii. watlu calayhim naba'a alladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbachu shayطaan fakana min alghaawiin baa ilaahay yidhi. waxaa dadka ku akhridaa xasuusisaa baa ilaahay yidhi. warkii kii aanu siinay aayaadka iyaga baa ilaahay leeyihi. culammada badh baa yidhaahdaa nin mustajaabu dacwo abuu xataa ahaan jira, ismullaahi lacdan ku yaqaanabay qaar sheegaan. wax kasta haato, waa nin ilaahay aayaadkiisii la siiyey, wax garanayay. isagoo wax garanaya, ilaahay muu odhan muu noqday? waxaa yidhi fansalakh, waa ka siibtay. kaanamaa haragga, neefka marka haragga laga saaray isagoo lagaba siibo, kaanamaa war kitaabkuna leeyahay war soo joog, isana uu maxay ka muruxsanayo. faatbacahu shayطaan baa ilaahay yidhi, shayطaan baa raacay, isagii baaba macalin noqdo, shayطaan ku daba socda. fakaana min alghaawiin. idan ayuha alaxiba, nebigu calayhi salaatu wasalaam duul buu tilmaamay, intay camal wanaagsan sameeyaan camalka ahlu jannaa siday u wadaan, marka dambun dib uga noqonaya camalka ahlu naarka samaynaya oo naarta lagu tuuri doono. haddaba ayuha alaxiba, qof kastoo mu'min oo dunida jooga, umniyaadkiisa waxa uu rajaynaya laba shay baa ka mid ah: cimri dheer iyo camal wanaagsan baynu jecelnahay. qofna ma jecla in la yidhaahdo nafta hadda ha lagaa qabto, qof waliba in la ziyaadiyo bahashaasi waan hore loogu iman nin buu jecelyahay. isla markaa qof waliba wuxuu jecelyahay camalkiisu inuu maxay. waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, khayru nnaasi man taala cumruhu wa xasuna camaluh. xadiiska Tirmidhi, sheekh Albani saxiixa ku tilmaamay, dadka waxa u khayr badan ninka cimrigiisu dheeraado, camalkiisuna wanaagsanaado. haddaba ayuha alaxiba, garan maysad cimrigaagu inuu dheeraan iyo inuu gaaban, garan maysad khaatimadaadu waxay noqon doonto. laakiin hadda waxaad garanaysaa inaad jidkaa iska saaraatid oo ku toosnaatid, lacalla adigoo qumanuunin mar naftu kaa baxdee.
لعل معوقاتك هيا بعضتك جدك ويداري أنا وترب دين نبي عليه الصلاة والسلام حتى الماما يا مال ما دم بيا أيام الصبر قال الله يرحمه دين تقفك هايستا وكنت نريدك إذن لم يدل أجري هاي بالي وحانو قلت الماما يا سيدين إن دحل ضبا هايستوك هلو ويكان دونا يعني وحلو قد لا يدحش الدبا اللي شكي وحويا تعب إيو في شكناه ترى بضم بيو باهمت إلى هنا قرآن كوحين يقول لي فاستقيموا إليه واستغفروه ريالا حق ربي وتوصنا فاستقيموا إليه واستغفروه وحيد دم بيدن كان دعانا إلهي سبحانه وتعالى دم دف ويديست قرآن قال لما يلوض كم ذا أي وحق صار ريدتك أمان لا أمان أي أجر كإلي وين ديسا سلا ينوج على سيو أوه محي إن الذين قالوا ربنا الله ويرى هذا إلى هيري الله نور ربي ربي غيوا قال ثم استقاموا بإلى هيري دبت أنا كنت أصنع هذا ويرنا الله إيه ربي معنى شيء غيسة معناها كنت أصنع هذا بإلى هيري كواس ملائك بإلى هيري كسود الجنية ملائكة الرحمة ومحيلة ينمرك النفط لقى قبنايو لما الشيء ما قفك بني آدم كامرك الدنيا كبحية ورورك وهي ماشي وكتجي يا ورور بيكو هايسا وطلعوا عرورتي يا راري يا ضدكي يا محي نقول إلا أدونك سكر لما مالها مرات سلادة الشغادة واضح ما يسيا نفتك أغفت ما يشرتو مركز تو أو حمبات سلادة وروح بات ضيعاني طلعوا سيداي نقوم كواني وحد كالوكا ورورسا وكاغا سيدران وارتلو محاكا هرية وروحي تسمين سيا الله مكا أقبل ور مقوى النار تاد نقول مسكوى الجنة تاد نقول حال كاسي دور نقول ور ور بكو بجرة إلهي وحولي يددك توسنان جري ملائك باو ما نسوء بشارين نسوء محلو بشارين يا ألا تخافوا ولا تحزنوا هعب صنينا ووحيد نكوه الرياك عب صنينا بلاي كوى نبات غلا كميتي هتيران يونين ووحي عتكتمي هكامر ووني بلاينا ربي قود بيلي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة نديم بلان قاضي كب شارست في سورة الحقافنا سيدو كلبا إلهي لي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام كويري الله نور ربي يقطو سنادي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بإلهي عبسي يكركو دمها ووحا صوصع ذاك ما عبسانيا ولا هم يحزنون مرقية تيرايا ما هيسو ووحي كتكي كمرغون مايا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بإلهي كواسي وارهر جنة وانا كواريا يضل وقب المرين ايو وحي ايسو عمل فاميريين درادت سببتي وحي الهي قرآن كينا وشيغي تاسي وآخرة ايو وحل هلي أدونك إلهي وحينا لي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا هذا كتو صنادان با إلهي لي جدك الرب هذا كتو صنان الله هايين وحنكورا من الله با إلهي لي بيبضا أوف يعني براري برواقا نكون نولا الله روبي أباري مشكلة دا وحين غوي تحامي توصنان تبالي نقواي هذا توصنان الله إذن با إلهي لي والله إذن برارين لها بيا وكدر قيل هايدي لكن الدنيا مركز تبا امتحان يا هدنا الله وحي نوش هذا مركز اللي ندر قينا إلهي وحولي اللي نفتنهم فيه يساق اللفتي سوى امتحان كالي انت بضن بنا آدم كمسلم كاهي امتحان كالنبتا وكتوبت كينا فقر قيسا ومغضة مركز نبتو كغبصته يا ربي دا بضطه دركت سير ربي بوالا إلا با انت بضن لبضا امتحان امتحان كدركت خطر سن امتحان كدركت كبر باب لاما يقوق يبلا عب يو كبر ونما بلاما صوبالا دنوا تقانينو حتى علاده هو دي دقال دو دو مركا ابارتو لعضو ويسون سنشري يا الله بيولين شري مركا قوقود دا انا ربشد ابي بلاوي شري
إلهي وحين لي مركز لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا نك إلهي حسكي سكتشيستا وحالا مرين ولا قالين عذاب هذاك كفوري تانكيس هذا بايها لحبة إلهي وحين لي سوى نبي محمد لها الله يلا بقى يضوضوك عليك فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت با إلهي نبي كجري واستقم كما أمرتنا في سورة الشورى بكجرت في سورة هود إلهي يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا وتصنوا سيدي ربك وأمري هذا هو نبي محمد عند الأولي سورة هود آيات كان انت أن لقوا رمين آيات كقهر رأي وحين نبي يسوقف صديبا إلهي كورم نبي الله نوح نبي الله إبراهيم نبي الله صالح نبي الله شعيب نبي الله لوط نبي الله موسى وحاصوا أنبياء قصص كودا إلهي كقورم نبي الله هود يتل كود وحيك على قبصدي مركي أنبياء الله قورم يوحي الوسمي يوحي لكل مي يوحي نباركين أي إلهي النبي محمد مركا أوامر سي نبي محمد نوح الليلي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير اتوصنوا با إلهي سبحانه وتعالى سيد الرب كفري أذيك يا أنت كل صعوت إلهي وطوبتك أنت نبي محمد وحلق الشيخ عليه الصلاة والسلام إنه يراده شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب وقت عران وقوان قارن تمن عران بدنين بان نبي خيان لكن نبي قوح ليه وحوقاقا كان وحايقا صوصاري وحاي عريي هودية ولا لديت وفي بعض رواياتنا وأخواتها من المفصل ورانك هوسع رواية قال نوحي تلمامسا شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت كواسبا إعريي من نبي عليه الصلاة والسلام ورانك وشيقيا قيامة إيا وحدا بأيا أبدا وحكا والرمي وحدا بأيا آخر ده هو مال انت إلهي كو تلمامي ولدانك كورنا شين إعرابي شيبا نينا ينقونيا هدبا كما قفك للي يتوصنو من هو إنه أعلم الخلق بالله وضدك بأنك ربي أيقاني أوعب سبضنا يا إلهي وحكول يا محي توصنو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بالله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير حيولا ماذا وتوانجم اللدود والنبي محمد عليه الصلاة والسلام رب أمري أيها الأحبة تصندي يقوم منذ جوامع الكلم كنبي محمد لسيه عليه الصلاة والسلام إلهي النبي محمد حسين جوامع الكلم جوامع الكلم هو محي أريكوبن أي معنى بالله عربك شاك سيدان عصر كان تدخل خطبتين يعني هذا الكبتان أخرين يا نبي محمد ما هين عليه الصلاة والسلام وركوبن وتدخل بقلت وقيب حمبارك رو لكن معنى هو ننسي دبو شيء وراركوبن نمبأ ويمي سفيان بن عبد الله الثقفي سحابي الأورنجري تبقى تنوحي لإله رسول كيسيو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك إلهي الرسول كيسيو إسلام نمضه وريق الشيق أنا قفدا بوي الدينين وفي الرواية غيرك إسلام نمضه وحيق الشيق يقف اللاطة وأنا نعدا بوركي سوباها نبقى عليه الصلاة والسلام وسؤال هذا إن تقفوي ما تقول له دين توري قصي أنا وحدا بنعد ويديني إن وقف اللاطة وما أنت إيشي قد يلقوا إلى هذا ما لا تكبر بعض الدون تقرين ويس لكن نبي محمد ما دام إلى هاي جوامع الكلم سي وحوش يا غي أريا كوبا ونكاسي وحدون يوردان حمبارا وكو يولي
قل آمنت بالله ثم استقم نبكور وحتى هذا إلهي بن ربي كنا توصنا ورقة مركة أنت هون بنبكور شيء سوبر ربتيد ورينا كفره سلام نبدا أنا دعيت بابا وحويديني ورقة سوحي يا هيبو نبكور قل آمنت بالله ده إلهي بن ربي كدبنا كتوصنا كقمنا ورقة سراء كرامة دعوة إن دتك برب واحد دتك هذه يقول أولياء ده يوحى بركة والرميان لإنك دعاء الله كأقبل واحد له هنا وولي كرامة هبل وكرع كرامة واحد أولي إن إلى هيك وكرامة ينا توصلاته أعظم كرامة واللزوم الاستقامة أولياء نمذا دعوة في عنا إلى هيك وكسيا وين الروح قمن كاردبه